بسيطة وسهلة. BYM مع دكتور وليد. هي الدبلومة كمادة علمية متميزة جدا، لأنه أول حاجة شرح لنا فكرة BYM عموما، وبعد كده شرح لنا الابليكيشن اللي احنا استخدمناها. كفكرة علمية حاجة كويسة جدا لأي طالب لسه هيتخرج أو تالتة مدني. الدراسية ده استفدت كم كبير قوي في الستركشر والأركتكتشر، لسه يعني بنكمل إن شاء الله. رادينز جروب بجد هو مكان مميز جدا، ده مش كلام بس، هو فعلا أنا جربت في حتة تانية وهو فعلا هنا الموضوع مختلف، بيدوا المعلومات باستفاضة اكتر. احس ان انت جاي عشان حابب فعلا انك تتعلم الحاجه دي، شغل انت قاعد تسمع حد بيشرح لك على برنامج او كده، بالعكس